منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً، شهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً هائلاً في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك حصول الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم والمياه الصالحة للشرب. ولكن في البلدان التي تشهد النزاعات، أدى القتال والنزوح والفقر إلى جعل المكاسب التي تحققت تتراجع جذرياً إلى الخلف. وبينما يستمر العنف في المنزل والمدرسة، وتستمر عدم المساواة في كل مكان في المنطقة، تبقى الابتسامة المرسومة على وجوه الأطفال تغذي الأمل فينا بأن يحصل كل طفل وطفلة على كامل حقوقه. يونيسف، لكل طفل كل الحقوق.